طب واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، مهما عشت فإنك ستموت، فهناك الميعاد. ما بتلحق أصلا تعيش، ما بتلحق. قديش بدك تعيش؟ 60 70؟ إلا حضرتك شو مالك في هالقبر؟ لكن شو سويت؟ هل حصلت طاعة الله؟ ولا راح العمر زي ما راح غيرك؟ عمر قصير يا جماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كانت الدنيا تدوم لأحد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون.